منتخب التونسي يفرحنا نهار، لكن يغششنا نهار زاد فما حتى إشكالية. دونك احنا مطالبين ان نقبلوا الهزيمة. تفكر في كاس الأمم الإفريقية ربحنا لنيجيريا وكانت هبلنا شخنا كورة والناس الكل تهلل وتمجدوا صاي تونيزية معاك ربي والنبي وعملنا برشا جو. جاتنا بوركينا فاس وربحتنا خرجتنا في الدور للربع النهائي من اللي كان، وكانت يعني خيبة أمل وقتها بالحق كبيرة برشا. اليوم خيبة أمل أخرى، علاش؟ الناس عندها الحق باش تغشش وتلوم وتقول وتنبر وتحكي اللي تحب عليه في الريزو سوسيو ولا حتى في الشارع، لأنه بعد ماتش الدنمارك كي قابلونا في الشارع اول سؤال يسالك شنو هي الاليات والامكانيات اللي نجموا نربحوا بها المنتخب الاسترالي. اليوم تقريبا ما نعرفش انا عندنا تبارك الله ترسانه من المحللين قادرين هما اللي باش يحكيوا في هذا الموضوع. حاتم جزباري سلم عليكم الناس الكل، صبري البعزيزي في الانسه التقنيه، ونادر يمن لكم كل فيديوهاتنا تنجموا تتابعوها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، على الباج فيسبوك ديوان اف ام ديوان سبور، على الباج انستغرام ديوان سبور، وعلى شين يوتيوب ديوان لايف سايد. جدا يكون حاضر معنا الكوتش جمال خشيري. مرحبا كوتش. مرحبا بك يا حاتم، مرحبا بالساده الحضور والمستمعين ومتابعي ديوان اف ام. منور، مرحبا كوتش، يعطيك الصحه، شكرا لقبول الدعوه انك تكون حاضر معنا. نعرف في اللي مومو هذوما الاولاد اللي نكلمهم يقول لي والله حاتم شوي فريمون ديسو، معناه ما عنديش حتى الكيف باش نحكي باش نحلل. والناس اللي قاعده تسمع فينا، الناس اللي تستنى وتنتظر في التحاليل نتاعكم، الناس تحب ربما تتفرج تحب تسمع شويه تحاليل فنيه باش يواصل معنا. اليوم فكيناها اليوم شي كمان معنا استاذ الديوان، عنده جمله من الارقام وعنده ما يحكي برشا. مين كمون؟ مرحبا. مين؟ مرحبا حاتم، مرحبا بجميل، مرحبا بهيكل وبالساده المستمعين. مرحبا. انت قدمت وقت طيست الكره، كنت خير من يوسف المساكن اليوم في تقديم الكره، محلاه الكره معاهم، شيخنا معاهم وكورنا معاهم. اليوم سبيسياليتي نتاعو باش يحكينا على المهاجمين، علاش اليوم احنا ما وصلناش ماركيو ضد منتخب استراليا. هيكل المبدئيه، مرحبا هيكل. هاتم شنو احوالك خويا؟ مرحبا بيك، مرحبا كل مستمعي ديوان اف ام. يا خويا توحشناك. انا توحشكم برشا. والله توحشناك. حطيتني عندك وحشه برشا. محلاه الكوره معاكم قبل هيكل. والله يا هيكل شوف توكي داخل نحكي انا ونادر، قلت له محلاه الكوره معاهم قبل، قال لي صاحبي شو نعملوا؟ الله غالب. الله غالب وليت مو الله غالب. انا ما عادش تفرهدنا. باش تقول اغنيه. بالحق ما عادش تفرهدنا. محلاه الكوره معاكم قبل اموا. شوف خلينا نكونوا واقعيين، هات ندخلوا نحكيوا في صلب الموضوع مباشرة. قبل هيكل في الجيل نتاعكم انتوما في 2004 2003 2005 2006 كي غيب هيكل فما زياد، فما سانتوس، فما ما نعرفش علي زيتوني، فما عصام جمعة، فما برشا ملاعبية. معناها اليوم كي يقولوا قبل احنا في 2004 2005 2006 فما ملاعبية اللي كي غيب تلقى المعوض نتاعو. اليوم احنا مالوريزمون القدام ما عندناش مهاجم اللي قادر يصنع الخطر واللي قادر يماركينا. صحيح حاتم، كلام كله صحيح. ما تشوف روك ما تقبل ما يلزمش واحد يزيد يقعد يحكي ديما قبل كل شيء تعدى. ما اللي زاني بنا احنا هيكل نعيش على اليوم نعيشوا في بريود هذا قلناه من قبل كيب ناسيونال، معناتها في وقت ما الى يومنا هذا فماش انا اتاكونت بوينت، فماش كون مثال يعوض اجبالي فماش معناتها حتى لي رومبلاسون باش يدخل يلعب في بلاصه زون با لي ميم كاليتي. اليوم شفنا مثال اجبالي سي فري لعب ماتش دنمارك به اما كونتر معناتها اليوم كونتر استراليا هذاك ان ادفرسير معناتها ماهوش قوي برشا لازم تلعب له على الكاليتي نتاعو هو اجبالي، ما تلعبش على الكاليتي حاجه اخرى. شفنا اجبالي اليوم برشا كور في ليزي سباس وشفناه ماهوش معناتها سي با ان جوار دي سباس. تقول لي قبل نمشي معك قبل مثال يغيب قمامديه، فما سانتوس، فما جزيري، فما عصام جمعه، فما معناتها حتى اللي بروفيل بريسك كيف البروفيل. خاطر علاش؟ خاطر عندكم مدرب يلعب ان سيستم دي جو معين، يلعب لاتاك. وشفنا معناتها معلومات في كيس سوا في كوب دو موند ولا في الكوب دافريك ولا في كاس القارات عنده ان سيستم يلعب لاتاك كيس سوا ضد الارجنتين ولا حل استراليا هذه معناتها في الكاس القارات ربحناها ثلاثه. مالجري معناتها في البريود هذيك معناتها فاهم لاعبين كبار زوز 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 بليش زوز بليش دوبلي سانتوس دونك معناتها فما ملاعبيه عندهم الامكانيات. اليوم ما فماش ان جوار معناتها نجم بده يكون ان جوار دو تاكون دو بوانت اللي هو معناتها معنا اليوم اذا غيب مثلا عصام جبالي ما نلقاوش شكون يعوضه. ماشي علاش سيف الدين الجزيري ما نجمش يكون مثال؟ حكيت انت على تاكون رفيد هيك اللي خلق الديفونسور. اليوم الجزيري كان ينجم يلعب وراه الجزيري معناتها كان ينجم البروفيل ينجم يلعب قدام يعطي اكثر حلول. شفنا الا ماتش الدنمارك اللي شفناه ماتش استراليا دونك اليوم نشوفوا نعرف شنو الاسباب علاش ما نلعبوش. حتى اليوم كانت نجمه عنده فرصه باش يلعب اكثر معناتها الجزيري في بلاصه الخنيسي.
الجزيري معناها بلاصه بلاصه الخنيسه هي فوالا معناتها كان ينجم يعطي اكثر حلول لقدام. بون ما شفناش اليوم اليوم من الماتش اللي فات فما اسباب فما اسباب باهي تما نرجعوا نحكيوا على الاسباب واش نحكيوا بالحق على الهجوم وباش نحكيوا على الميليو تيرا. العنوان نتاعنا في الفيديو اسمه الاخطاء جلال القادري في اختيار التشكيله ام في التعامل مع مجريات المقابله والتغييرات. هذا السؤال الرئيسي نتاع المقابله لانه اليوم تختلف الاراء من واحد لواحد. يا خويا سبحان الله فما شكون يقول لك راهو التشكيله نتاعو صحيحه. علاش جمال خشير كوتش قبل المقابله نتاع اليوم تختلف الاراء ما بينك انت وهيكل وامين والمحلل الاخرين. فما شكون يقول لك يلزمه يحافظ على نفس التشكيله اللي بدينا بها كونتر الدنمارك. بار كونتر فما شكون يقول انه يلزم تبدل في لي تروا كومبارتيمون. فما شكون يقول لك بدل العب لي بالليزاليير لاتيرو اللي يطلعوا بلو اوفنسيف. انت لهنا سؤال سمعته شنو تنجم تقول فاش اخطا اليوم جلال القادري؟ بون اكيد هو اقرب واحد للمجموعه اليوم هو اللي يتعايش مع المجموعه يعرف الجروب نتاعو ايش مع جور تبع اكيد المنتخب الاسترالي تبع نقاط ضعفه وتبع نقاط قوته وعلى ضوء هذاك هو معناتها نزل التشكيله هذه. لكن اللي نشوفه انا انه اليوم برستاسيون اللي عملناها كونتر الدنمارك هي اللي خلفت معناتها المقابله نتاع اليوم. الدافع النفسي ما استغليناهوش ايجابيا اليوم كان سلبي الدافع النفسي اثر على الملاعبيه حس انه الملاعبيه اليوم عليهم بريسيون كبيره. الاشكال اليوم اللي وقت اللي احنا باش نصنعوا اللعب اليوم احنا معناتها كنا نطمعوا في الترشح اليوم الامل كان قائم انه باش نفوزوا ان شاء الله على المنتخب الاسترالي وتكبر طموحاتنا للترشح للدور الموالي. هذاك علاش اليوم كان احنا المفروض احنا نصنعوا اللعب. المقابله نتاع الدنمارك الضغط مش علينا احنا اكيد الضغط على المنتخب الدنماركي هو اللي مفروض عليه باش يصنع اللعب. دونك احنا عرفنا كيفاش نتعاملوا مع المقابله عرفنا كيفاش نجاريو المقابله نتاعنا. لكن اليوم وقت اللي احنا يلزمنا احنا نفرضوا اللعب نتاعنا يلزمنا دونك وقت اللي باش نفرضوا اللعب نتاعنا احنا يلزمنا احنا كونستروي لو جو احنا اللي باش نبنيو احنا باش نخرجوا كره مالغري الماتش اللي فات بورتون الضغط على المنتخب الدنماركي خرجنا الكره صحيحه من تالي. الاشكال مش في الثلاثه انا مانيش كونتر نلعبوا ثلاثه بالتالي خاطر حتى المقابله الفارطه لعبنا بثلاثه في اللاك حتى قبلها خرج الكره كان كان طريقه ممتازه كنا نخرجوا في كره نظيفه. انا اللي شفته اليوم انه اللي زدك سونتري معناتها اللي لعبوا على الاطراف معناتها كان النجم يكون نفس هجومي اكثر. انا كنت خير انه يكون من الاول كشريده وعلي معلول اكثر معناتها كانوا نجموا معناتها لهنا طونبيرمون تحيه الملك العجمي كوتش يسلم عليكم الكل. يقول لك فما ملاعبيه ميل انترونور مالجيري نورمالمون كشريده ومعلول على بكري. تحيه كبيره لصديقي خويا ملك العجمي تفضل. تحيه نقول مالك تحيه مالك. دونك انا خيرت انه يكون كشريده وعلي معلول خاطر النفس نتاعهم اكثر هجومي باش ينجموا يعطيونا حلول لقدام خاطر شفنا دراجر والعابدي معناتها ما طلعوش برشا ما عاونوش برشا في من الناحيه الهجوميه. وفي الشوط الاول ما عرفناش كيفاش ندخلوا لونتام دي ماتش معناتها كان خير بالنسبه للمنتخب الاسترالي ضغط علينا الفوق ما نكروش اللي هو ضغط علينا ما خلاناش نخرجوا الكره الشيء اللي لزنا باش نلعبوا احنا الكرات الطويله والكرات الطويله معناتها الاشكال مش في الكرات الطويله الكرات الطويله كانت عشوائيه معناتها تنجم في بعض الاحيان وقت فريق يضغط عليك تنجم تتعدل الكرات الطويله لكن تكون الكرات الطويله مركزه معناتها نخرجوها نقولوا احنا معناتها صحيح نظيفه بفيانا وكذا وتلعب على الدوزيام بال لكن احنا هذا افتقدناه اليوم في الشوط الاول. لعبنا كرات طويله عشوائيه ما خديناش الدوزيام بال لو دويال ما كسبناهمش معناتها تحس انه المنتخب الاسترالي هو اللي درسنا احسن من اللي درسناه احنا. هذايا هو الاشكال اللي وقعنا فيه. كانت نفس الشيء في صوره ما كان ينجم يبدل نجموا حتى نلعبوا بثلاثه في الوسط وهذايا اللي صار في الشوط الثاني. باهي تو نحكيو بعد شويه على الشوط الثاني لانه نحبوا نبداو كما تفهمنا الاولاد بالبلوك بالبلوك. يلا نبداو بالشوط الاول هاو نسمع بعضنا جلال قادري شنو حكى على المقابله خاصه في الشوط الاول. مباراة اللي من الاول كنا نعرف وهي باش تكون مصيريه كنا احنا والمنتخب الاسترالي تقريبا في نفس المستوى قمنا باللازم في المباراه الاولى نجحنا فيها للاسف اليوم ما عرفناش نستثمروا النقطه هذه. طلبنا من اللاعبين نعرفوا نقاط قوه المنتخب الاسترالي حاولنا بقدر الامكان باش نتفاداو معناتها اللعب على الكرات الطويله الكرات اللي هي سون فافوريزي علينا فيهم هذه نقاط قوتهم حاولنا باش نخرجوا على الاطراف الضغط اللي فرضوا علينا خسرنا برشا كرات على المستوى الفني اللي ماناش متعودين نخسروه هذا الشيء اللي ما مشاش في الشوط الاولاني. لكن برغم هذا الكل نشوفوا اللي تقريبا زوز فرص كانوا واضحين فرصه محمد دراجر فرصة يوسف المساكني في كنا نجموا نرجعوا في اللقاء نصف فرصة نجحوا باش يعملوا بها الفارق نعرفوا قوتهم على مستوى الرفعات واللعب معناتها في عمق الدفاع بالكرات الهوائية. ستاد المونديال
دونك الكوتش حكي على الشوط الاول امين. سمعت كوتش جمال الخشيري شنو قال، سمعت هيك القمديه شنو قال. سؤال، جلال القادري اخطا في التشكيله ولا في التعامل مع مجريات المقابله ولا التغييرات؟ شوف في الاناليز اي ديبون دو شيء، ما عندها شيء اللي شفناه والريزلتات تحكم على كل شيء. اي دونك اونترينر خسر، دونك لي شوا اللي عملهم ما ينجموش يكونوا دي شوا ناجحين. اي بير الميتون الاول الكاتاستروفيك اللي عملناه ينجم يخلينا نقولوا انه لونترينور اخطا في الشوا جور، كما قال الهيكل كنا فما دي جوا اخرين او نيفو اوفنسيف كنا نجم نشوفوهم، كما قال جمال او نيفو دو سيستيم دو جو الانيماسيون نتاعو غادي المشكل. لو بلو غران بروبليم ما كناش دونجورو في الشوط الاول خاطر ما لعبناش ما بين الديفونس والميليو تيران تاع الكيب الاخرى. كي تشوف لي ستاتيستيك انت تعرف المنتخب الوطني التونسي نجح في 89 مره باش يوصل ما بين الديفونس والميليو تيران، الور كو المنتخب الاسترالي نجح في 111 مره باش يوصل اونتر لا ديفونس والميليو تيران اللي هي زون تري ديسيزيف. المنتخب التونسي الى تونتي حب يكسر لي ليني معناتها فيك ان جو فيرتيكال 209 مره ما نجح كان في 111. معناتها تشوف انت تلعب 3 5 2 اللي هي لافونتاج نتاعها ان عندك لارجور وتو انسيست باش تلعب القدام سون زيكارتي من غير ما تحل اللعب باش من بعد تلقى لي بريش في الاخر تنجم تتعدى وتكبر لي زانترفال. هنا المشكل الكبير اللي صار هنا ترو انسيستي في الفيرتيكاليتي وفي الكاساج دو ليني، واكثر واحد الى انسيستي هو مريح. ديجا في لي ستاتيستيك نتاع الماتش اكثر جور عطى دي باس ريوسيت في المنتخب هو مريح، 81 باس لعب مريح. سامحني امين جست قصدي، اما اللي بعد الباس شنو اللي يصير؟ ما نجحناش المشكله، ما نجحناش هيك في مريح يوصل الكره من بعد شو باش يصير؟ المشكله اللي هو احنا ليزي معناتها كي نلعبوا فيرتيكال ما فماش معناتها اللي ياخذ الكره ني با اون سوتيان، ما فماش اللي من بعده فكر من بعده باش نقدر اللي من بعدها. فوالا هو على خاطر لازم يكون ان انشينمون دي دي انشينمون تاع افكار باش نلعب القدام. كيما قال جمال لعبنا طويل دازينا باش لعبنا طويل باهي عندنا تا كونستاسيون باهي، اما وين الناس اللي باش تقرب لتا كونستاسيون باش تقرب بور انشيني؟ تشوف النيفو الاخر ملاعبيه تريز اتليتيك يرميو على الستاسيون نتاعهم وتلقاهم خلطوا يسو بروجيت. احنا كان في دقيقه 40 في الشوط الاول في دقيقه 40 باش وصلنا باربعه ملاعبيه كو في 16 متر سيكون في دقيقه 40 اون سي معناتها بروجيتي باربعه باربعه في الكوب دي موند في دقيقه 40 ما تنجمش تمركي ما تنجمش. تشوف الناس راهو او نيفو اتليتيك شيء رهيب، راهو احسن جوار اللي ما في استراليا البيفو نسيت اسمه البيفو معناتها حاجه رهيبه. شوف التشكيله الستاتيستيك نتاعو معناتها حاجه رهيبه جدا. احنا في تشوف معناتها او نيفو دو لا كورس اكثر واحد جاري صغير 12 كيلومتر و جا كيما الماتش الاول عمل 13 كيلومتر ويت بريسك معناتها او نيفو عمل 32 تونتاتيف دو بريسينغ وتشوف استراليا خرجت الكره صحيحه. معناتها احنا نعمل في البريسينغ فيغوراسيون ماهوش بريسينغ اغريسيف اللي عملته علينا استراليا وخرجوا علينا وضيقوا علينا المساحات ولزونا باش نلعبوا طويل ونزيد بثلاثه في اللاكس ومعنا ان غارديان دو بوت وهما ريدو الاولاني بريسيون بزوز معناتها في معناتها اون 4 4 2 يقفونا هما يقفونا معناتها اون 4 4 2 في البوزيسيون الاولاني يقفونا اون 4 4 2 يستناو لونشينمون يوريونتيونا باش نلعبوا على سور لو كوتي ومن بعد يمشيو يبريسيونا. احنا نتسرعوا برشا معناتها في خروج الكره الوركو عندنا الوقت عندنا تروا معناتها جور سونترو معاهم ان غارديان معاهم دو ميليو اكسيو بخمسه كنا النجم معناتها ناخذ التفوق العددي في الكونسيبت ونمشيو في عقلنا امين نمشيو بشوي. هذا خوف ولا احترام؟ برشا خوف، خوف والا احترام مبالغ فيه بالمبالغ اكزاجيراسيون. الاسبوع التالي قلت في البلاتو نتاعك البارح كي قلت انه احترم انه جلال القادري واضح من تصريحاته يحترم برشا المنتخب الاسترالي قالوا لي انا قلت لك شوف قالوا لي لا حاتم ما يلزمه يحترم اي لكن هنا في الكرسي هذا بالذات قلت لك كوب دي موند ابارتيان او كوراجو معناتها الكوب دي موند للناس اللي ما تخافش. السعوديه باش تحسب لها في حياتها ربحت الارجنتين خاطرها ما خافتش، اليابان ما خافتش من المانيا ومشيت وخرجت في دوزيام ميتون. السعوديه الارجنتين ما نحكيك السعوديه مع الارجنتين ما خافتش يسون يزون ديفوندو اون بلوك اما بعيد على الكاج نتاعهم. تشوف انت ايران على ريفيزي لو جو كونتر بكري قلتها رفضت اللعب كونتر لونجلتير خسرت ثلاثه بلاش خرجت دوزيام ميتون لعبت خسرت ثلاثه بزوز دوزيام ميتون. انت باش تمشي تلعب كوب دي موند في الاخر ماكش باش تهز الكوب دي موند، مي تو تبدلت الافكار الناس تدافع والكره عندها. امبارح من امريكا لانجلتير الناس تدافع قلبه بقلبه نقولوا احنا بلغه يقولوا امس على ماتش لانجلتير يقول لك لي زيتازوني اون انيونتي لي بوان فور نتاع لانجلتير حرمت لانجلتير من الكوره. الناس تدافع والكوره عندها اش معناتها ندافع والكوره عندها كي ناخذ انا الكوره نحرمك منها راني ديجا جو سوي اون تران داتاكي مي جو سوي اون تران دو ديفوندر بعيد انا على الخطر مادام الكوره عندي في الاخر نلعب الكوره واحده. احنا البريمير ميتون لو بلو معناتها حاجه كاتاستروفيك واضحه
كورة اعطيناها لاستراليا وقعدنا اعطيناها حتى كي نفكوها نعطيوها لهم تخلصوا منها فيسع دونك ترجع لنا فيسع الكورة به هيكل. قلنا خوف ولا احترام. اوكي انت اليوم كمدرب تتعامل مع جرائد المقابله لانه شوف اذا نرجع لك مثل هيكل انا قبل ماتش المنتخب الاسترالي صراحه نتعداو به هل انك باش تحافظ على نفس التشكيله والا باش تعمل فيها تغيير؟ واضح الموضوع. شوف يا حاتم طب اكزامبل انا واحد من الناس كان سالني قبل ماتش استراليا تقول احسبني شوف احسبنا ما لعبناش ماتش استراليا يا سيدي لا 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 باش هي اونشينمون ماتش استراليا مثال اكثر انا اكثر واحد كنت متخوف ماتش استراليا نحكيك بعد ماتش الدنمارك بعد معناتها الماتش الباهي لعبناه ولونجاجمون فيزيك وتكتيك وكل شيء ماتش استراليا انا اكثر واحد معناتها كنت متخوف منه علاش خاطر المنتخب الاسترالي باش يجيب عقليه اخرى اش معناتها كان لاعب كانوا رابح ولا عامل ماتش نيل ممكن يجيك بعقليه بليز اوموا اوكي بس على اللعبه ويشوفوا كل شيء اما جاي بعقليه نتاع واحد خاسر ريفونشار صحيح دونك لهنا راهو باش يجيك باش يلعب لك الكل في الكل كي يلعب لك الكل في الكل دونك لهنا الملاعبيه تاع استراليا كل شيء شفناهم اليوم ابار معناتها البريمير ميتون سيرتو الدخله نتاعهم راهو ديزيام ميتون كله لا تلعب البلوك التالي اي خلينا في البريمير ميتون تمشي للديزيام ميتون بعد نحكيك على بريمي ميتون قاعد نحكيك بريمي ميتون دونك بريمي ميتون دراي دخلت معناتها استراليا دخلت باش تلعب كل في الكل أي. حبت بريسينا خاطر علاش خاطر تشوف انت اللي هو كان مطلوب منا احنا اللي هو كان مطلوب منا احنا انت معناتها ما تشوفش انه استراليا الظاهر افيك لاغريسيفيتي واللي فما تقول عليها لا معناتها حشت بريزيتا اكثر منك ايش كنت نحكي لك انا تو امين كنت معناتها عقليا نتاع اللاعب الاسترالي راهو جاي باش يلعب كل في الكل علاش خاطر كان باش يعاود يخسر سي دونك لهنا راهو باش يلعب بالكل في الكل وديجا دخل بريمير ميتون شفت معناتها ما نجمش نخرج كما كان يحكي جاي ما نجمناش نخرجوا بالكور دونك لهنا في بريمير ميتون لعب في الكل في الكل وهذاك علاش معناتها ضغط علينا للاخر واحنا اول اوكازيون راهي ديك الكره في الدقيقه 40 دقيقه 40 تاع يوسف تاع عصام جبالي دونك اول اوكازيون الاشكال شنو تاع دراك احنا الميتون الاول خايبين مش ساهل راك تبدا خايب وتخلق دوز اوكازيون دو بوت دو بوت نت معناتها دو بوت اللي جاونا معناتها جمال اوكازيون وقتاش خلقوا في التسجيل لي اوكازيون وقتاش خلقناها في الاخر سي فري مش حبيت نقول لك النجم بعد البونت لا ما نجم نعرف شوف كيفاش نزرق انا الميت بعد جمال اما جمال انت خايب قداش تقبل الثاني زاد بريمير ميتون اما لازم تقبل اما لي اوكازيون راهم تخلقوا بعد البونت اكيد اكيد فهمت هذيك عاد حاجه عاديه انت قابل بونت دونك باش ترجع باش تمشي رجعنا هيك رجعنا في الخمسه دقائق ولا 17 دقيقه لا دونك لهنا نحكيك على البريمير ميتون راهو استراليا لا ما خلتناش نلعب ديجا بعد البونت وهي ما عملت حتى شيء فما حتى اوكازيون شوف انت دوزيام ميتون حاجه اخرى هيك راح البونت وما هيش معناتها اوكازيون فريمون ماشي اوكازيون معناتها شفت حتى هي حتى الاوكازيون كي صارت السونتراج معناتها سالتهم الله اسالوا ديفي ديجا ديفي معناتها كان مشات سامحني على كيستيون كي سوبوز هيك في البونت عملوا 70 متر استراليا بالكره 70 متر ومشيت الكره بريسك اونتر 70 و 60 متر من الكونت في الميلو تيران بالحق يعني الصغيري لا هو الاربيتر حكيت لي فوت هذه تو في الكوب دو موند لاحظت عليها برشا يزفر برشا يزفر في اللي فوت صحيح ولا امين في الماتش هو اي كونتاكت يزفر في ماتش دنمارك لي المكسيكي لا ما نحكيش على الماتش هذا احنا نحكي على الماتش هذا كله تعدى في الكوب دو موند ما يزفرش برشا راهو كان نشوف اليوم معناتها ثم ماتش اليوم امس واليوم فما ديفات انا نشوف معناتها في اسبانيا ولا في لونجلتيرا ما تزفر جنب دانيال سيبير زفر برشا كفرونيت حتى في الكوبا ميتو بريمير ميتو ما زفر برشا ديفات معناتها كان نجم تعطي افونتاج نجم تكمل اللعبه هيكل وقت هما راجعين الاربيتر يجري وصخير ضرب في الصخير ياك ولا شويه ضرب هو يجري القدام وصخير يجري ما شافش الاربيتر يغزر ما شاف هو ضرب هو في ساق الاربيتر اما المشكله وين كما قلت للولاد الكره عملت اونتر 60 و70 متر معناتها باش خلطت عملت 60 70 متر وباش تشوف انت او نيفو اتليتيك ماناش حاجه واو فما كان صغير لا تونتي باش يخلط بعد كيما قالك جمال السونتر معناتها لا ايتي دي في مي سونترور في الاخر مادام سنتر يتسمى ربح الديوال نتاعو ما نحكي ولا لا كان مشى السونتر صحيح ما توصلش في الراس اي اما باش نقول لك حاجه اخرى كيفاش خاطر عملت روبون جات قد وراء شو اسمه الحاجه الاخرى تسمع لونترنور يقول لك احنا نعرفوا البوان فور نتاع استراليا في لي سونتر وفي معناتها سورتو في لي سونتر الجو سي الكوتي لي سونتر جو تيت وتقبل بونتو انت سامحني بالراس معناتها انت نورمالمون تو افيرتي اذا فما ان سونتر تعرف انه الماركاج لازم يكون بلوس كو سيري في الزون هذيك امين باش نوصلوا في الشوط الاول اليوم باش نحكيو على لو شونجمون خاطر تغيير وحيد صار بالمقارنه مباراه الدنمارك اللي هو خروج بسليمان ودخول نعيم سليتي هاو نحكي نسمع بعضنا شنو قال نعيم سليتي لي 30 بروميير مينوت اون ني با رونتري بيان لون ماتش كوم كونت لو دنمارك
Après aussi, il faut féliciter l'Australie qui a fait une très bonne demi-heure. Au bout de les 15, je pense, dernières minutes de la première mi-temps, Kenneth Avdal. Ou la deuxième mi-temps, en plus, mieux. Mais le mustawa l'a'la, ça paye cash. Quand tu ne marques pas, tu te fais punir. Et c'est ça. C'est le très haut niveau, malheureusement. Maintenant, il faut garder le positif. La deuxième mi-temps, il faut la garder, Inch'Allah. Et moi, vous, peut-être les gens vont me prendre pour info, mais moi, j'y crois. Il y a encore un espoir, un mince espoir, mais Inch'Allah. Inch'Allah, on peut le faire. Il faut gagner contre la France. Et après, on ne sait jamais. En tout cas, il faut garder le sourire, même si c'est très dur. Déjà, il faut profiter de ces moments-là, parce qu'il y a des grandes équipes africaines qui n'ont pas la chance de jouer une Coupe du Monde. Nous, on a cette chance-là. Maintenant, voilà, on aurait voulu donner du bonheur à tout le peuple tunisien. Maintenant, c'est le football, il faut accepter. Dans les moments durs, il faut être tous ensemble. Et quand tu es supporter et quand tu es tunisien, tu l'es quand ça va et quand ça va pas. Aujourd'hui, c'est très difficile. On reste positif et Inch'Allah marbouh. Stade Mondial. هذا نعيم السليتي نعمل ريزومي شنو هو اللي قال. قال ما كانتش ما دخلناش في المقابله بالباهي. بيركو الاستراليا لعبنا كمان اخر الشوط الاول الشوط الثاني بالنسبه لينا احنا الكل الغالب هذيك التريو نيفو المستوى العالي انك تخلص حاضر وتخلص كاش معناها وعاقبتنا وقلت نبقى ونضحكوا معناها نشوفوا منتخب فرنسا ونحافظوا على الامل. فما منتخبات كبيره ما شاركتش في الكوب دافريك احنا منجي هاي من كوب دي موند احنا متواجدين في الكوب دي موند دونك هذا نعيم السليتي به قبل ما تعدلش تعبنا من التواجد تعبنا اي صعبنا من التواجد تعبنا والله تعب 20 سنه واحنا نعتذروا للجمهور نعتذروا للشعب نعتذروا للجمهور نعتذروا من بعض ربي يقبلك شيء تحيه للجمهور في قطر برافو والله معناتها تشوف الماتشات كانك تلعب في تونس اليوم معناتها جمهور كبير برشا والامبيونس نور افريكان تاع شمال افريقيا مش مستنسين بها الاوروبيين راهو معناتها تشوف سيرتو الجمهور نتاعنا احنا اليوم في الليل باش نشوفوا فيستيفال زاد بين المكسيك والارجنتين مش كيما الجمهور التونسي راه حاجه لوكس لا حاجه في كل خير باهي اليوم وهو اللي كركر منتخب التونسي ضد الدنمارك هو السبب في لونتام دي ماتش الكبيره كونتر الدنمارك والجمهور اليوم عمل للاخر راهو شجع للاخر 45000 اليوم تونسي معناتها تلقى مش حكايه ساهله راهو اليوم 45000 راهو عباره تلعب في استاد حمادي العقربي حاتم كي تقول راهو احنا هنا موجودين نلعبوا في كوب دي موند في دي ناسيون اخرين ما مشاتش حتى نجموا يجاوبوك الاخرين يقول لك احنا كان مشينا نعملوا خير منك صحيح صحيح انا نستنى في الريبونس راهو نستنى في الريبونس مثال ساعات الهنجه كيفاش يقولوا العنجهيه هذه الزايده وهال الكلام الزايد هذا كله معناتها زايد المنتخبات وكل ما شكونش تحكي على نيجيريا ولا تحكي على الجزائر ما عرفناش المنتخبات الكبيره ولا المنتخب المصري معناها اليوم زايد الكلمه ذيك زايد وذيك اليوم نعيم سليتي خذا بلاصه بن سليمان لهنا باش ما نقولوش احنا قاسين لانه شكرنا برشا القادري بعد الدنمارك باش ما نكونوش قاسين برشا على الكوتش لكن وقت اللي تكون تخطئ نقولوا اخطأ وقل للمحسن احسنت اليوم نعيم سليتي بلاصه خذا بلاصه انيس بن سليمان شنو هي الفالور اجوتي اللي عملوا نعيم سليتي في المقابله تاع اليوم هو راهو التغيير نتاع نعيم سليتي كان منتظر اليوم تسال اي واحد ولا يكون قريب من المنتخب ولا يتبع المنتخب وتبع الماتش الاخراني والماتش اللي مش لعبوه كونتر استراليا راهو كان متوقع بالنسبه لي انا معناتها عطاه ولا ما عطاش هذاك موضوع اخر احنا نحكيو معناتها على التغيير معناتها او ديبي دو ماتش لازم يكون موجود ولا لا بعد تو نشوفوا اسكو عطاه ولا ما عطاش نعيم انت اليوم الشغل كيما قلت لك لعبك انت اللي لازمك معناتها تمشي انت اللي تبني انت اللي مش تكور انت اللي مش توري كورتك ومش تمشي لقدام دونك لازمك لاعب مثل نعيم السليتي لاعب بيركوتور لاعب اللي نجم يجيب الخطر لاعب اللي في الان كونتر ان ولا حتى في الدو كونتر ان نجم يفسخ يجيب لي فوت يترمى يشوت دونك احنا حشتنا باللاعب هذايا اعطاه ولا ما اعطاش هذاك موضوع اخر لكن حسب هذاك هو الموضوع قبل الماتش اعطيني انا انت البروفيل حسبي صحيت اسكو اليوم كونتر استراليا تو كي تلعب ضد فرنسا تو مش يتبدل كريمو علاش مش تبدل كريمه وخاطر كان اليوم زدنا كان ربحنا اليوم ضد استراليا حط الكارت على ستيس فوالا يمكن مش نعاودوا نلعبوا اكثر ديفونسيف ويمكن يرجع بن سليمان وكذا اليوم ضد فرنسا سافوار كيفاش باش نلعبوا لكن نحكي على استراليا انا سامحني هيك على استراليا يلزم يكون موجود بروفيل نتاع نعيم السليدي البروفيل هذاك نتاع جوار هذاك سواء نعيم ولا غير اللي تحكي فيه قبل الماتش تو احكي لي على الماتش بعد الماتش في الماتش نعيم فريمون اللي معناتها اللي كنا نستناو فيه فوالا سيرتو الميتون الاول وعلاش شفنا نعيم الميتون خاطر خذينا الكره
وقت اللي طيحت الاخرى البلوك سي توتا في نورمال احنا شدينا الكره لكن برمي مي طون وصلوا مش حتى 4 4 2 مين يبرسيو فينا ب 4 2 4 4 2 4 4 القداميين فرد صحيح وصلوا باش ما نخرجوش الكره لكن علاش علاش الاربع قدام على خاطر انت عندك الجوار الاكسيال اللي حطيته ارير دروا براون معناتها ماهوش قاعد طالع معناتها قاعد مامليني مع ليزاكسيو دونك سي تو في نورمال باش يطلعوا عليهم الاربعه نحكي وقت احنا بثلاثه نحكي بثلاثه على الميتون الاول ميتون الاول احنا بثلاثه كلامك صحيح يخرجوا علينا باربعه باربعه ونستعجلوا وهما باربعه واحنا نجموا نخلقوا جمال السوبريوريتي نيمي تعرف سي تو في نورمال اسكو حذرناه ولا احنا البروبليم هو انا تويك اش قاعد حذرنا السيناريو نتاع استراليا باش تبرسينا ولا لا خاطر معناتها اليوم اذا انت قريت سيناريو استراليا باش تبرسيك سي توتا في نورمال خدمت عليه صحيح خدمت عليه هذاك كيفاش باش نخرج كوره سواء بار دي باس لونغ سواء اني انا نفسخ الليني مديان كاريمو ونتعدى اونتر الليني نتعدى الليني الاخرى باش بتكسر البريسينغ عايد فوالا نلوج على اللي جوا في الكوره كلامك صحيح يا جمال معناتها بتتلخص كلام جمال اللي المنتخب الاسترالي المدرب حل علينا كتاب اكثر من اللي حلنا احنا كتاب على المنتخب الاسترالي فوالا سي سا هذاك علاش حضرناه ولا ما حضرناه مشكلة جمال فما حاجتين انا معناتها في الميتون الاول او نيفو اوفونسيف معناتها في الحق دهشوني الاولانيه باه احنا ما حضرناش كومون كاسي معناتها البريسينغ هذاك فاش بنكسروه نتاع تلازينا باش لعبنا طويل تو لعبنا الطويله الاولى لعبنا الطويله الثانيه ونشوف في الاتاكون تاعنا جبالي ايزولي يا ربي ما يقربش ما نقربوش هذه الاولى الثانيه سيدي ما يقربش هذه اللي يجيك لو تربط لك بالبوان الثاني وانتم دي زونترونور تعرف احنا اون جو دي زون 3 5 2 5 3 2 معناتها 5 4 1 ولا 3 4 3 فهمت ولا عاطي 3 6 1 ولا 5 4 1 دونك لي زيكسونتري حلين اللي هما عابدي على اليسار ودراغا على اليمين باش تزيد تحل انت سليتي و مساك بيان سور وقتها كان جاو يدخلوا الوسط شاك فوا علاش دراجر وشفته والعابدي ما لقيناهمش بري سيرتو بريمي بيتون يطلعوا برشا خاطر فما اوبستاك وحاجه اخرى هيكل كي نلعبوا طويل كما قال جمال على 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 جبالي اقرب واحد فما 25 متر تعرف 25 متر فكوها له وكلاوه وعملوا له بريزادو وخذوها له واحد وكل ولا ولا ليل تو مخلط هذه ولا الثانيه او نيفو دو ميليو تيران اكثر منا ولاو ان 3 كونتر 2 انتر 1 كونتر 2 تعاودت السيتياسيون قداش مره سخيري وعيدوني ويخرجوا عليهم ثلاثه 3 كونتر 2 ديما زايدين علينا ملعب وقتها واحد من ذوك الزوز معناتها سي انتيليجون كان يدخل معاهم صحيح يدخل معاهم ياسر الارجي معناتها البلوك ليزي سور بلون فيرتيكال بعيد على ليزي سور بلون اوريزونتال مش مقبول في النيفو هذا بعد شويه نحكيوا على التغييرات نحكيوا على الشوطه